أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء القنوت عقب كل صلاة حين ينزل بالمسلمين مصيبة، وكان هذا في جماعة في المسجد. السؤال: هل يجوز لامرأة أن تدعو دعاء القنوت عقب كل صلاة في بيتها بسبب الأحداث التي تصيب المسلمين الآن؟ وما هي شروط القنوت في الفريضة في جماعة؟ الدعاء مشروع وليس بممنوع. الدعاء للمسلمين وللمظلومين هذا مشروع دائما وابدا، ولا يمنع منه احد انه يدعو للمسلمين ويدعو للمظلومين ويدعو على الظلمة وعلى الكافرين، هذا ليس بممنوع، ولكن لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، لا في الركوع ولا في السجود ولا في التشهد الأخير قبل السلام، المجال مفتوح للدعاء وبعد الصلاة. أما القنوت في الفريضة فهذا لا بد من الرجوع فيه إلى أهل العلم وأهل الفتوى، لأنهم هم الذين يقدرون النوازل التي يشرع من أجلها القنوت والنوازل التي لا يقنت فيها. والصلاة كما تعلمون عبادة، لا يجوز أن يضاف إليها شيء ويدخل فيها شيء إلا عن طريق أهل العلم الراسخين في العلم الذين يقدرون الحوادث والنوازل التي تستدعي القنوت في الفرائض. ليس هذا مفتوحا لكل أحد يتلاعب في الصلاة ويزود فيها، وقد يدعو في حالة لا تستدعي القنوت، وقد يدعو لأناس لا يستحقون الدعاء لهم لما عندهم من المخالفات العظيمة. فالذي يقدر هذا هو أهل العلم، والمرجع في هذا إلى أهل العلم.